وأنه عندما جاءت الحكومة لتطبق هذا القانون أضرت بمحدود الدخل، وباتت الأسرة المصرية تعاني. قلنا يا حكومة المخالف هي قطاع رقبته، الفاسد قطاع رقبته، بس وانت بتطبقي قانون زي مخالفات البناء وإجراءات زي التصالح رفقا بالناس الغلابة بقى، رفقا بالناس الغلابة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما زال الجدل يحتدم الشارع المصري بشأن التصالح في مخالفات البناء ما بين مؤيد لحق الدولة في تحصيل قيمة المخالفات لإنفاقها على البنية الأساسية، وما بين معارض على أرضية أن هذا القانون قانون مخالفات البناء وقانون التصالح غير دستوري وغير قانون، وأنه عندما جاءت الحكومة لتطبق هذا القانون أضرت بمحدود الدخل. وما أدراك ما محدود الدخل؟ واتساع الرقعة واتساع الهوة ما بين طبقة الأغنياء التي غدت تحتكر الثروة، كما حدث في الأربعة عقود الماضية أيام مبارك عندما تركزت الثروة في يدي 10% تقريبا من السكان و90% هم الغالبية، وتآكل الطبقة المتوسطة نتيجة ارتفاع الأسعار وقرارات الإصلاح الاقتصادي والآثار السلبية، كل ذلك أثر على محدود الدخل، وباتت الأسرة المصرية تعاني. الرجل بيعاني، داخل عليه مدارس، يدفع المدارس وينفق على عياله يجيب لهم لبس ويدفع مصاريف المدارس والجامعات، ولا يأكل عياله ويجري عليهم، ولا يدفع السكن، ولا يدفع فاتورة الكهرباء اللي تضاعفت شرائح الكهرباء، ولا فاتورة المية، ولا فاتورة الغاز، ولا فاتورة الزبالة اللي بقت أقل شريحة في الزبالة بيدفع 40 جنيه في الشهر، رغم ان موجود الزبال بياخد له 10 جنيه ولا حاجة ويلم الزبالة، ويدفع 40 جنيه في الشهر رغم ان هو اللي بيروح يرمي الزبالة محدش بيجمعها منه. دي كلها أعباء أثرت على الراجل اللي بيصرف على عياله، أصحاب العيال، الناس الغلابة، محدود الدخل. قلنا يا حكومة المخالف يقطع ايده، يقطع رقبته، الفاسد يقطع رقبته، بس وانت بتطبقي قانون زي مخالفات البناء وإجراءات زي التصالح رفقا بالناس الغلابة بقى، رفقا بالناس اللي هي مش شغالة من شهر واحد ومن ساعة ما جت كورونا 2020 والناس مش لاقية تاكل، الناس بتكح تراب، في ناس بتاكل فعلا من صناديق الزباله. كورونا جت لا قادر يصرف على عياله ولا مليم واحد بيخش جيبه ولا جنيه بيخش بيته، لانه كان بيشتغل شغلانه واتنين وتلاته واربعه عشان يكفي يدوب مصاريف عياله ويكفي بيته. دلوقتي ولا جنيه داخل بيته، وقاعد يا مولاني يا مولاي كما خلقتني، قاعد بيندب حظه. ما بلاها كورونا، ما بلاها الأسعار، ما بلاها العيال وأمهم والمدارس، جاله مخالفات البنا. طب هو راجل على الله بنى بيت لعياله، أنت دلوقتي يدفع مخالفات البناء؟ هو مخالف، ما قلناش حاجة، مخالف بس مش لاقي، طالع من كورونا وداخل في كورونا ما فيش جنيه دخل بيته، يدفع مخالفات البناء مخالفات المباني اللي عملها، ولا يأكل عياله ويصرف عليهم، ولا يدفع فاتورة الكهرباء، ولا فاتورة الغاز، ولا فاتورة الزبالة ب 40 جنيه،
ولا يدفع المصالحه؟ طب اذا كان مفيش جنيه داخل جيبه، الراجل ده يروح فين؟ دول عددهم كبير قوي، ملايين، عشرات الملايين الموجودين، لان محدود الدخل بعد الطبقه المتوسطه ما اتاكلت، وبقى فيه تركز عندك 7-8-10% هم اللي بيستحوذوا على معظم الثروه ومعظم الدخول، وهم اللي عايشين مرتاحين، الباقي على باب الله نزلوا تحت. بقوا كلك معدوم الدخل، وقول معدوم الدخل منهم كتير، الناس دي تروح فين؟ ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى، البعد الاجتماعي. بعد الاجتماعي للاصلاح، الاصلاح الاقتصادي ضروره ولابد منه، واللي بيصلح اقتصاد ده بيطبق على الشعب، يبقى انا طبطب على الشعب، احن على الشعب، بيبقى بالراحه. اللي معاه في مثل كده، الفاضي يكب على الملان، احمل على الغني شويه، احمل على المرتاح شويه، لكن المعدم ده التعبان ده الضرب في الميت حرام. يبقى يا سياده الرئيس، لما سياده الرئيس يطلع في كل مره يقول لك محدود الدخل، خففوا على الناس شويه، البعد الاجتماعي، يحكم رفقا بالناس. والنهارده كان كلام الرئيس واضح للناس، النهارده وهو بيفتح بعض المشروعات البتروكيماويه للقطاع الخاص في منطقه مسترط، النهارده الرئيس خاطب الحكومه بشكل مباشر انه يخففوا عن محدود الدخل شويه، يرقفوا بمحدود الدخل شويه. قلنا يا جماعه مصالحات البناء مدولهم المهله، سفولهم معاملة استثنائية تانية غير الناس المرتاحة اللي معاها، اللي معاه يا سيدي خد منه، لكن اللي ما معهوش ده تموته رفقا بيه، هيدفع بس بالراحة عليك شوي، اديله مهلة شهر اتنين تلاتة، اسقط له المبلغ، الغي له الفوايد، قلل له قيمة المصالحة على قد حجمه، ساعده عشان يساعدك، لأن الشعب ده هو اللي نجح. لولا الشعب ده ما وقف ورا الحكومة، وقف ورا الدولة، ما كانش بقى فيه دولة لحد دلوقتي.